بعد الهجوم الناجح على النمر من طرف كتائب حماس، تدخل الآلية المدرعة الجديدة أيطان إلى غزة، وتعد هذه إحدى آخر التطويرات في المدرعات الإسرائيلية. وقرر الأمريكيون إلى جانب الإسرائيليين إدخال هذه الناقلة إلى الحرب بعد تحديثات بمليار دولار، وهي من مركب لايزر ايرنبيم الذي يعمل على المركبة MK5 براك، أي الجيل الخامس من مركبة، إلى جانب هذه الناقلة المدرعة بالعجلات أيتان التي تعد أيضا ضمن الجيل الخامس. ودخلت هذه الناقلة في الحرب مع التستر على نتائج عملياتها، ونشرت صور لاستخدامها في غزة، وأصيبت أيتان في يوم 7 أكتوبر عكس ما يورده الجيش الإسرائيلي، لأن هذه الناقلة استخدمت لأول مرة في نحال التي هاجمها مقاتلو حماس، وأيضا في زكيم حيث القاعدة بهاد 4. وأيتان التي تزن 35 طن والمحمية بمستوى ستناغ 4569 المستوى الرابع، وتنقل 12 جندي، 3 أفراد تجهيزات، و9 مظليين، وبسرعة 90 كيلومترا في الساعة. هذه إيتان اليوم هي تحت هزيمة أخرى في غزة كما تذكر وسائل الإعلام الأوكرانية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لأول مرة ديفنس إكسبرس الأوكرانية والمعروفة بمطابقتها لكل رأي يقوله زيلينسكي لأول مرة تكتب مقالا تدحض فيه معجزة إيتان وأنها هزمت في 7 أكتوبر في نحال وأيضا في بهات 4 بزكين. كل هذا حسم في نظر ديفنس إكسبرس، وهذه خلاصة أساسية وحاسمة يمكن اليوم تأكيدها. الخلاصة الثانية أن الاعتبارات التي عمل عليها الآن وبشكل رسمي كل ما يتعلق بالترسانة المتقدمة والتي يمكن اعتبارها أساسية للغاية، فإن ما بعد النمر هناك إيتان، ضربت النمر وضربت إيتان منذ 7 أكتوبر، والآن تعمل، ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنها لم تصب وتعمل بطريقة استثنائية إلى آخره. الأوكرانيون ينظرون الأمر بشكل آخر ويعتقدون أن مثل هذه القرارات قرارات غير دقيقة للغاية. وزيلينسكي يقول، وهذه أقرب وسيلة إعلام إليه، إن مثل هذا المستوى من عمل أيتان ليس متقدما. هذه مسألة أولى. وثانيا أن اعتبارات كثيرة يمكن اليوم ترسيخها والاعتماد عليها انطلاقا من ترتيب أساسي. هل يمكن اليوم الاعتبار والاعتماد على أسس جديدة يمكن تحويلها إلى ترتيبات داخل الحرب في أوكرانيا؟ المؤكد الآن أن تحديثات المليار دولار في أيتان ومن خلال نفس التقنيات على مركبة الجيل الخامس، كل هذه التقنيات المعتمدة الآن نسفت في غزة. هذا واقع الحال، لذلك فالهزيمة ليست لإيتان وإنما الهزيمة لمركبة الجيل الخامس، هذا الذي يمكن اليوم الوصول به إلى خلاصة ثانية. الخلاصة الثالثة، وحسب وسائل الإعلام الأوكرانية، فإن غزة أيضا وصلت إلى حدود التعاطي بجرأة استثنائية ومسالة لا مثيل لها أمام هذه المدرعات والآليات المدرعة، وهناك معدل اليوم في حدود 12 دبابة أو 12 آلية، وفي بعض الأحيان تصل إلى 24 آلية، وكل هذا وأمامنا الوصول إلى ترتيبات أخرى في نقل الجنود. والقصف الموجه والذي لم يظهر اليوم على صعيد الهاون، لكن ظهر العمل على الصواريخ ومباشرة نحو تل أبيب،
وهذا يعني أننا أمام إعادة تدقيق في كل المسار الذي يعمل عليه الآن لأول مرة إدخال المركبة الجيل الخامس لتجريبها في غزة. هذا هو شيء مؤكد بالإضافة إلى إيطان، وهذه التطورات اليوم تطورات تعد على الأقل في نظري وسائل الإعلام الأوكرانية وديفنس إكسبرس على وجه التحديد بأنها هامة وحاسمة. وانتحار الإسرائيلي اليوم تلقى ضربة في إيطان يوم 7 أكتوبر، ولا يجب تجاوز ذلك إلى إعطاء النتائج لإيطان ما بعد 7 أكتوبر، لأن العملية البرية الآن تأخذ مسارا مختلفا وربما نتائج مختلفة. لكن على الجميع أن يرى أن هذه إيطان، هذه الناقلة المدرعة بجميع التقنيات الميركافا، في كثير من الأحيان تضع أسئلة حول الميركافا الجيل الخامس التي ستجرب، وهذا معناه أننا أمام إعادة تقدير هائل للغاية بخصوص ما نراه في إعادة تقديم الوضع بشكل مختلف. هذا الذي يمكن اليوم تأكيده خصوصا من خلال هذه الفلتة من وسائل الإعلام الأوكرانية لتأكيد أن غزة هزمت الميركافا الجيل الخامس، وأن المستقبل بالنسبة لهذا التجريب ليس بالضرورة دقيقا، ولا بد من إعادة فحصه ليس على صعيد إيطان وحدها، وإنما على صعيد كل التقنيات المستخدمة لميركافا، لأن المصنع واحد، ميركافا الجيل الخامس وأيضا إيطان. هذا يدار من خلال 3 مستويات. أولا تقييم ما حدث في بهاد 4، القاعدة المعروفة في زكيم والتي قصفت وأعيد قصفها أكثر من مرة، وهذه القاعدة أيضا فيها إيتام وأصيبت بشكل مباشر، وعلم مقاتل حماس كيف يمكن التعاطي مع إيتام، وأيضا أمام التقنيات التي أخذت وعلمت عن طريق هذا التحليل للوصول إلى المركبة 4 ومحاولة تحييدها، وأيضا الآن أمام المركبة 5. إذا هذه نقطة رئيسة. المسألة الأخرى والأكثر أهمية أن إيتام في اليوم 7 أكتوبر لم تستخدم لمدة 48 ساعة بعدها، خصوصا بالنسبة للهجوم والاسترداد ما في غلاف غزة. إذن هذا ترتيب آخر حاول أن يبعده الجيش الإسرائيلي، لأن من المهم جدا بالنسبة على الأقل لليزر إيران بيم بأن هذا المصنع حاول أن يعطي مدرعة بعجلات، وهذه المدرعة بعجلات أخذت عجلاتها على أقل تقدير واستخدمت جزئيا، لا يمكن كشف ما تبقى من هذه المعلومة. المسألة الأخرى أن ما بعد النمر وما بعد إيتان وإشكالية نقل الجنود وأن يكون النقل غير آمن ودرجة القصف مرتفعة باتجاه النمر وإيتان، فإن جميع الجيل الخامس من الناقلات المدرعة في أسئلة عديدة، لأن هذه التطويرات وآخر التطويرات بالمليار دولار لم تكن كافية على صعيد التعاطي مع حرب مثل حرب غزة. وإن أضفنا أن حرب حزب الله والجنوب في لبنان قد يكون أيضا له ما بعده، لأن إيتان قصفت في 24 ساعة الأخيرة انطلاقا من لبنان، وهكذا فإن هذه الناقلة في الحرب مع التستر على نتائج عملياتها، كل هذا أعطى شيئا مركزيا أن ما كان في الشمال وزكيم بهاد 4 في هذه القاعدة وأيضا من خلال قاعدة نحال، كل هذا لم يعد مسموحا النشر بشأنه تحت أي ظرف، ويعد من باب السري للغاية. إن مجرد إزاحتي وإزالة هذه الناقلات والناقلات المدرعة عموما والأكثر حماية بالنسبة للجنود إلى آخر، كل هذا لم يعد كافيا بالنسبة للدعاية على العموم، بعد كشف أن إيتان والنمر الآن وميركافا 5، كل هذا يجعل غلاف
الجيل الخامس من التقنية الموجهة نحو الدبابات والناقلات لم يعد مهما على صعيد الحرب في غزة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.